يعني في البداية احنا حابين نعرف طبيعة المشروع الجديد لوزارة التربية والتعليم. خليني ارجع بس بيك لورا كده سنة عشان نقول ليه عملوا المجلس ده. فاكر لما كان وزير يجي يقول انا هعمل ستة ابتدائي، وزير بعده يقول لك لا ده يلغي ستة دي ملهاش لازمة، وزير جاي يقول لك لا الثانوية العامة سنتين، وزير تاني قال لك لا ده هي سنة واحدة، وزير تالت قال لك في تحسين في الثانوية العامة صح، وزير تاني قال لك لا ما فيش تحسين في الثانوية العامة، وزير حالي جه قال الثانوية العامة عندها مواد كتيرة نحذف شوية ونسيبهم، وزير يقول لك وزير تاني يقول لك انا عندي مجموعات تقوية، التاني يقول لك لا انا هغيرها اسمها مجموعات الدعم، وهكذا كله اطلع بيجي على بالاجنده بتاعته او كل واحد جايب اجندته، وبالتالي ما عنديش عمل مؤسسي. طب الدول العظمى واللي عندها امكانيات وتقدم كبير كلها بتعمل في نظام مؤسس. انا ما بعيبش طبعا على الوزراء سواء الحالي او السابقين، لكن بنقول ان احنا اصبحنا الاولاد اولياء الامور بداوا يحسوا ان احنا فئران تجارب. واعتقد في المرحله اللي احنا فيها وبعد القرارات اللي خدها الوزير الحالي بدا اولياء الامور لك لا، وكل وزير يجي ويجي بعده يغير سياسه. الاولياء الامور تعبوا من التغيرات بالظبط الكتيره المستمره، بالظبط الانظمه اللي مش قادرين، احنا عاوزين نظام واحد الاولاد يمشوا عليه، كل بالظبط شويه نظام جديد وكل ده. وفعلا ده تعب. الوزير التربيه والتعليم الحالي هو جه بحزمه قرارات جديده غير بيها يعني مسار التعليم كله. خلال 40 يوم من تولي الحقيبه طلع بمجموعه قرارات كبيره جدا غيرت تقريبا منظومه التربيه والتعليم. بدليل اللي كان قبله كان يقول لك امتحانات شهريه، صح، هو قال لك لا اسبوعيه وشهريه. ما هي اسبوعيه وشهريه دي برضو اولياء الامور بيشتكوا طبعا. انا كل اسبوع ابني عنده امتحان، وكمان امتحان الشهر بيجي معاه امتحانات الاسبوع. طب هو المفروض يحصل هي الاسره المصريه النهارده عدد كل يوم في امتحان. احنا ممكن نقول له جانب مضيء وجانب مظلم، والجانب المضيء ان انت مخلي اولادك دايما كل يوم عندك انت متابعه ليهم ضروريه. يعني عايز اقول ان نتيجه هذا العام بسبب هذا القرار ممكن تلاقي الطلبه اللي ما كانوش بيجيدوا القراءة والكتابة، وده كان عندنا مشكلة كبيرة فيها، هيبدأوا غصب عنهم بالقرارات الأسبوعية، لأن أولياء الأم بدأت تبقى مشدودة ويذاكروا الأولاد ويتابعوا معاهم وكده. وبالتالي أنا ممكن ألاحظ إن السنة دي، وده أتمناه من وزير التربية والتعليم الحالي، يطلع إحصائية بالنجاح في صفوف النقل والشهادة هذا العام علشان نشوف التقريرات الأسبوعية الامتحانات الأسبوعية دي فرقت ولا لأ. نرجع بقى لموضوعنا، انا حكيت لك ان كل وزير يجي يهد اللي بعده او ياخد منه جزء ويعدل على جزء من عنده. هنيجي بقى في مرحله المجلس الاعلى للتعليم والابتكار والبحث العلمي، هيقول لهم بس استوب بقى كده، كل واحد مع نفسه كده في حاله، انا هحط لك السياسه اللي تتماشى مع رؤيه مصر 2030. والوزير هو يمشي، والوزير يطبق القرارات اللي بتقولها الايه؟ المجلس. المجلس. طب المجلس ده بيضم هي اول حاجه، المجلس ده اول ما اتعمل الحوار الوطني وطلع بالمجلس ده قالوا يتبع رئيس الوزراء، وانا حتى كان عندي مداخلات اقول اتمنى ان يتبع رئيس الجمهوريه حتى ياخد الباور الكافي اللي هو محتاجه، اللي هو محتاجه، لان هو اكتر واحد المفروض وبالذات الرئيس السيسي قال لك انا التعليم والصحه على اولوياتي طبعا. تمام، فالنهارده بالفعل هو بيتبع رئيس الجمهوريه، ده بيديله قوه وحافز وباور، وعلى المجلس ان هو يعرض على الرئيس كل ست شهور انجازاته ورؤيته. تمام. تاني حاجه، رئيس هو رئيس مجلس الوزراء ثم عضويه 10 وزراء معنيين بالتعليم او داخل في اختصاصاتهم التعليم، ثم وكيل الازهر والجهات اللي هي بتدي الجوده والاعتماد سواء للتعليم التعليم قبل الجامعي او التعليم الجامعي او التعليم الفني، وثمانيه خبراء واربعه من رجال الاعمال. طب خليني اقول لك، لو تلاحظ ان احنا كان عندنا وزاره زي التربيه والتعليم عايزه تنشئ مدارس، ما هي لازم تختلط وتتشابك مع التنميه المحليه عشان توفر المحافظات توفر اراضي، ده ما كانش موجود. فوجود التنمية المحلية في هذا الإطار مهم. كان وزارة التربية والتعليم هتحتاج مثلا ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات داخل مدارسها، وجود انترنت وفايبر وخلاف، والنهاردة عاد موجود في اللجنة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهكذا كل وزارة موجودة. وزير المالية
كان وزير التربيه والتعليم او التعليم العالي محتاج ميزانيه معينه، صح، فيروح يعرضها على وزير الماليه ويقعد يشرح له انا بعمل كذا وعاوز كذا. النهارده وزير الماليه جوه الايه؟ المجلس. وبيرقصوا مين كلهم؟ رئيس الوزراء. احنا قاعدين، احنا عاوزين ايه؟ هنصنع اولويات المرحله القادمه للعمليه التعليميه، واحتياجنا ايه من الطالب، واحتياجنا ايه من المعلم، واحتياجنا واحتياجنا. وبالتالي هتلاقي الابر هاند الكبير هو المجلس، ثم الجهات التانية. تقول لي طب ما انت عندك مجلس اعلى للجامعات، ومجلس اعلى للجامعات الخاصة، ومجلس اعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس اعلى للجامعات الدولية، وعندك مجلس اعلى للتعليم قبل الجامعي. كده اختصاصاتهم اتلغت؟ لا، هو هيبقى تحت المجلس يقول له نفذ وانا تابعك. مين بقى اللي في ايده قرار ينفذ؟ يعني بعد الاتفاقات وكل الوزارات المعنية وكل الاعضاء المجلس اتكلموا ان هم هيحطوا السيستم ده، مين اللي في ايده يقول اه ومين اللي في ايده يقول لا؟ عندك بقى هيتعمل حاجه اسمها اللائحه التنفيذيه اللي هيتعمل الفتره اللي جايه عشان تحدد الاختصاصات، مين اللي هيعمل كذا ومين اللي هيعمل كذا ومين اللي هيعمل كذا. طب ده باختصار، ما فيش حد هيتحرك سواء في التربيه والتعليم او التعليم العالي لوحده دون ان هو ينفذ قرارات المجلس التعليم. طيب هتقولي لي مثلا ايه، هل ممكن يخالف وزير التربيه والتعليم او التعليم العالي قرارات؟ او مستحيل. خلاص، ده انا عايز اقول لك ممكن في مرحله من المراحل ما يبقاش عندك وزراء. طبعا لسه كنت بقول لحضرتك ان كده وظيفه الوزير او مسؤوليات الوزير ما عادش موجوده بوجود المجلس. ولكن السؤال هنا الصياغه العامه اللي ممكن الوزير يمشي عليها، ومين اللي بيحطها؟ وتتحط على اي اساس؟ احنا دلوقتي احنا عندنا اولويات ومخرجات تعليم الدولة المصرية عندها رغبة ليها. المجلس ده هيجتمع فيه وزراء وفيه متخصصين وفيه اللي بيعملوا الجودة ونظام الجودة في مصر، ومين يحصل على نظام الجودة والاعتماد ومين ما يحصلش. خلاص، هنحط رؤية مصر في العملية التعليمية، وعلى الجميع اللي تحت رئيس الوزراء تنفيذ هذه القرارات. طب كان زمان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بيراقب نفسه. يعني هو يطلع كده يقول لك انا راجل عظيم وعملت اللي محدش عمله. تمام، ما هو اللي بيقول وهو اللي بيطبق وهو اللي بيشرف على نفسه. خلينا واقعيين. النهارده لا، انت هتطبق اللي انا بقوله لك، وانا هتابعك واشرف عليك واخطط لك وراقبك كمان. يبقى اذا النهارده الوزير يطلع يقول لي انا قضيت على الكثافه الطلابيه النهارده وما عادش عندي ولا مدرسه فيها 90 طالب. ممكن يكون واقع وممكن ما يكونش واقع. ما فيش متابعه، في مراجعه بقى من المجلس، في مراجعه مش من لجان المتابعه اللي تبع الوزير. ده من لجان متابعه تتبع رئيس الوزراء ومتخصصين ولجان معينه هتحددهم اللائحه التنفيذيه علشان نشوف ارض الواقع. سلطه بيقول فوق إيه؟ الوزاره. سلطه فوق الوزاره. بالتالي بقى فكره كله تمام يا فندم طبقنا يا فندم، ده كله ما عادش ايه هيبقى موجود. نتمنى خصوصا في منظومه التعليم يعني طبعًا. لان طبعًا